من حلف وقال وعاهد الله أن يترك عملا وهو التدخين إلى الممات فتركه فترة ثم عاد إليه، ما حكم الشرع؟ حكمه أنه يتوب إلى الله، يكرر التوبة، وعليه كفارة يمين، كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يلزمه التوبة ويلزمه الكفارة. نعم.